عقد مجلس النواب جلسته 13 من دور الانعقاد العادي السنوي الأول من الفصل التشريعي الخامس برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب، وقد استهلت الجلسة أعمالها بعرض الرسائل الحكومية الواردة بخصوص مشروع قانون بشأن أحكام قانون الإجراءات الجنائية وإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ومشروع قانون بشأن العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة وإحالته إلى اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل. ووصلت الجلسة بإخطار المجلس بالرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، ومشروع قانون بشأن التأمين ضد التعطل. وفي بند الاقتراحات برغبة، وافق المجلس بإعادة تخطيط سوق الرفاع المركزي وتطويره وفق النظم الحديثة وبما يحفظ الهوية البحرينية الأصيلة. وبصفة مستعجلة، وافق المجلس على اقتراح بشأن إيقاف برنامج مزايا واعتماد البرنامج السابق. بعد توجيهات ولي العهد بإعادة دراسة برنامج مزايا، كان في كلمات للسادة النواب، وطرحنا أفكارنا كلها ومدى الضرر راح يقع على المستفيد من برنامج مزايا، وخاصة الفئة اللي هي من 500 وفوق. الوزير أبدأ آراءه، وفي البداية كان يعني نوعا ما متمسك بإيجابية برنامج مزايا، لكن أنا أعتقد بعد نهاية الجلسة أخذ آراء جميع السادة النواب وتعليقاتهم، وراح يعمل من خلال توجيهات سمو ولي العهد عنده فترة أعتقد أسبوع أو 10 أيام، وراح يطرح برنامج مزايا. تقدمنا في جلسة اليوم مع معالي الرئيس باقتراح برغبة من أجل إعادة تخطيط وتطوير وإعادة إنشاء سوق الرفاع الشرقي المركزي. هذا السوق طبعا أخذ له أكثر من 30 سنة. هذا السوق ومنطقة الرفاع الشرقي تمثل مركز المحافظة الجنوبية، فمن الأهمية بمكان أن يكون إعادة تخطيط وإعادة إنشاء السوق وفقا للطراز المعماري الحديث. طبعا احنا من ضمن مقترحنا اقترحنا ان يكون يغلب عليه طبعا الطابع التراثي، كونه يشكل منطقة قديمة ولها في البحرين عمق تاريخي ودلالة، وهي منطقة الرفاع الشرقي.